بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة تطبيقات التناسب. مثال واحد: اشترى أحمد 7 زجاجات عصير بمبلغ 35 جنيها، كم يدفع إذا اشترى 9 زجاجات؟ هنشوف أول المسألة، اشترى أحمد 7 زجاجات، يبقى ده عدد الزجاجات بمبلغ كام؟ 35 جنيها، يبقى هنا الثمن بالجنيهات، يبقى التناسب بين عدد الزجاجات والثمن بالجنيهات. هنقول عدد الزجاجات على الثمن بالجنيهات. عدد الزجاجات 7، الثمن بالجنيهات 35. طب والتسعة بتاعت ايه؟ التسعة عدد الزجاجات، تتحط في عدد الزجاجات. يبقى ايه المطلوب؟ الثمن بالجنيهات، نرمز له بالرمز س. يبقى الثمن بالجنيهات هيساوي، ونشتغل طرفين في وسطين، هنضرب 35 في 9 ونقسم على 7، يبقى الإجابة 45 جنيها. المثال الثاني: سيارة تستهلك 14 لتر بنزين كلما قطعت مسافة 175 كيلومتر. يبقى هنا التناسب بين عدد اللترات والمسافة بالكيلومترات، عدد اللترات على المسافة بالكيلومترات. ال 14 ايه؟ لتر، تتحط في عدد اللترات، وال 175 كيلومتر، تتحط في المسافة بالكيلومترات. طب والمية؟ كم تستهلك السيارة من البنزين لقطع مسافة 100 كيلومتر؟ يبقى المية كيلومتر، تتحط في المسافة بالكيلومترات، والمطلوب عدد اللترات. يبقى هنقول عدد اللترات بيساوي، ونشتغل طرفين في وسطين، عدد اللترات هنضرب 14 في 100 ونقسم على 175، ايه الإجابة؟ 8 لتر. مثال 3: شجرة ارتفاعها 15.6 متر وطول ظلها 9.6 متر، كم يكون ارتفاع منزل طول ظله 7.2 متر؟ هنا التناسب بين ارتفاع الشجرة وظلها، يبقى هنقول الارتفاع بالمتر على الظل بالمتر. الارتفاع كام؟ 15.6، والظل 9.6. كم يكون ارتفاع منزل طول ظله؟ 7.2، يبقى 7.2 ظل، يبقى الارتفاع هو اللي مش موجود، يبقى س. 7.2 ظل يتحط في الظل، ونبدأ نشتغل طرفين في وسطين. س موجودة فين؟ في الارتفاع، يبقى الارتفاع بيساوي، هنضرب 15.6 في 7.2 ونقسم على 9.6، الإجابة 11.7 متر. مثال 4: جرار زراعي يمكنه حرث 12 فدان في 5 ساعات، أوجد كم فدان يحرسها الجرار في 4 ساعات؟ يبقى التناسب هنا بين الفدان والساعات، يبقى عدد الساعات على الزمن بالساعات، عدد الأفدنة على الزمن بالساعات. ال 12 ايه؟ ال 12 فدان تتحط في عدد الأفدنة، والخمسة ساعة تتحط في الساعات، والأربعة ساعة بتتحط في الساعات. يبقى عند عدد الأفدنة هو اللي مش موجود وهو المطلوب، يبقى عدد الأفدنة هيبقى س، ونشتغل طرفين في وسطين. يبقى هنضرب 4 في كام؟ في 12 على 5، عدد الأفدنة بيساوي 12 في 4 على 5، الإجابة 9.6 فدان. مثال 5: ثمن 7 زجاجات مياه غازية 525 قرشا، أوجد ثمن 13 زجاجة. يبقى التناسب بين عدد الزجاجات والثمن بالقروش، عدد الزجاجات على الثمن بالقروش. السبعة تمييزها ايه؟ زجاجة، يبقى 7 زجاجات تتحط في الزجاجات،
و525 الثمن بالقروش. طب وال13 زجاجة، يبقى الثمن بالقروش س لان هو المطلوب، ونشتغل طرفين في وسطين. س موجودة فين؟ في الثمن بالقروش. هنقول له الثمن بالقروش بيساوي، ونضرب 525 في 13 ونقسم على 7. الإجابة 975 قرشا. مثال 6، ثمن 15 لتر صابون سائل 7.5 جنيها، اوجد ثمن 45 لتر من نفس الصابون. يبقى التناسب عندي بين عدد اللترات والثمن بالجنيهات. ال15 لتر نحطها في اللترات، وال7.5 جنيها تحط في الجنيهات، وال45 لتر تتحط في اللترات. يبقى ايه المطلوب؟ الثمن بالجنيهات. يبقى الثمن بيساوي، هنضرب 7.5 في 45 على ال15، الإجابة 22.5 جنيها. مثال 7، آلة تصنع 16 وحدة من منتج معين في 4 ساعات، كم وحدة تنتجها الآلة في 5 ساعات؟ يبقى عندي التناسب بين عدد الوحدات والزمن بالساعات. 16 وحدة تتحط في الوحدات، 4 ساعة تتحط في الزمن، 5 ساعة تتحط في الزمن، يبقى عدد الوحدات س. يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب عدد الوحدات، نشتغل طرفين في وسطين. عدد الوحدات بيساوي، هنضرب 16 في 5 على 4، الإجابة 20 وحدة. مثال اللي بعده، 30 لتر لبن تستخدم في صنع 2.6 كيلو جرام من الزبد، كم لتر من اللبن تكفي لصنع 3.9 كيلو جرام من الزبد؟ التناسب بين عدد اللترات والوزن بالكيلو جرام. يبقى هنقول عدد اللترات على وزن الزبد. 30 لتر تتحط في اللترات، 2.6 كيلو جرام تتحط في وزن الزبد. عدد اللترات مش موجود، يبقى س. 3.9 كيلو جرام تتحط في الوزن بالكيلو جرام، يبقى س موجودة في عدد اللترات. هنقول له عدد اللترات بيساوي، هنضرب 30 في 3.9 ونقسم على 2.6، الإجابة 45 لتر. التمرين اللي بعده، إذا كانت 100 جرام من الحلوى تعطي 300 سعر حراري، فما عدد السعرات الحرارية في 30 جرام من نفس الحلوى؟ التناسب بين الجرام والسعر الحراري، الجرام على السعر الايه؟ الحراري. يبقى 100 جرام تتحط في الجرامات، وال300 سعر حراري تتحط في السعرات. طب وال30 جرام يبقى تتحط في الجرام، يبقى المطلوب السعرات الحرارية. هنشتغل طرفين في وسطين. عدد السعرات الحرارية بيساوي، وهنضرب 300 في 30 على 100، الإجابة 90 سعر حراري. حل تمارين كتاب المدرسة، اوجد قيمة س. 5 على 8 بتساوي 15 على س، يبقى هنقول س بتساوي، هنشتغل طرفين في وسطين. هنضرب 8 في 15 على 5، الإجابة 24. س على 6 بتساوي 20 على 30، يبقى س بتساوي 6 في 20 على 30، الإجابة 4. السؤال الثاني، اوجد قيمة س لكي تكون الأعداد التالية متناسبة، 6 و8 و3 وس، عايزين قيمة س. نرجع المسألة تناسب، يعني هنقول 6 على 8 بتساوي 3 على س، يبقى س بتساوي، نشتغل طرفين في وسطين، 3 في 8 على كام؟ على 6، الإجابة 4. اشترى علي 5 كيلو جرام برتقال بمبلغ 15 جنيها، كم يدفع إذا اشترى 8 كيلو جرام؟
يبقى التناسب بين الكيلو جرام والجنيه، يبقى هنقول الوزن بالكيلو جرام على الثمن بالجنيهات، 5 كيلو جرام على 15، والتمانية كيلو جرام نحطها في الكيلو جرام، يبقى الثمن سين. سين موجودة في الثمن، يبقى نقول الثمن بيساوي، ونضرب 15 في 8 على 5، الإجابة 24 جنيها. تمرين 4، سيارة تستهلك 20 لتر بنزين، كلما قطعت مسافة 210 كيلو متر، كم تستهلك السيارة من البنزين لقطع مسافة 630 كيلو متر؟ يبقى التناسب بين عدد اللترات والمسافة بالكيلو مترات، يبقى عدد اللترات على المسافة بالكيلو مترات، يبقى كام؟ اللترات 20 والمسافة 210. طب وال 630 ده كيلو متر، كيلو متر تبقى مسافة، والمطلوب البنزين باللترات يعني سين، يبقى عدد اللترات هيساوي، هنضرب 20 في 630 على 210، الإجابة 60 لتر. نسبة كتلة هاني إلى كتلة والده 3:5، كم تكون كتلة هاني إذا كانت كتلة والده 90 كيلو جرام؟ يبقى التناسب بين كتلة هاني إلى كتلة والده، النسبة كام؟ 3:5، يعني 3 على 5. طب التسعين بتاعت مين؟ التسعين بتاعت والده، يبقى هاني هو المطلوب، يبقى هاني سين. هنقول كتلة هاني بتساوي، ونشتغل طرفين في وسطين، هنضرب 3 في 90 على 5، الإجابة 54 كيلو جرام. تمرين 6، مدرسة ارتفاعها 15 متر وطول ظلها 5 متر، كم يكون ارتفاع شجرة طول ظلها 3 متر؟ يبقى التناسب بين الظل والارتفاع، التناسب بين الارتفاع والظل، الخمستاشر ارتفاع والخمسة ظل. طب التلاتة؟ التلاتة ظل، يبقى الارتفاع سين والظل 3، وهنشتغل طرفين في وسطين، سين موجودة في الارتفاع، يبقى الارتفاع بيساوي، ونضرب 15 في 3 على 5، الإجابة 9 متر. إن شاء الله الدرس القادم مقياس الرسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.